أسوأ موسم سياحي للدوحة على الإطلاق، شوارع خالية وعقارات مهجورة وفنادق تشكو ندرة الزائرين. الدوحة أعلنت خطة لجذب أكثر من 9 ملايين سائح بحلول عام 2020، لكن بعد المقاطعة العربية عجزت عن جذب ربع هذا الرقم حتى بعد كل ما بذلته من تسهيلات شملت إعفاء 80 دولة من تأشيرة الدخول وخفض أجور الفنادق. وزارة الإحصاء القطرية أقرت بفقدان 84% من السياحة الخليجية دفعة واحدة، بينما تراجعت السياحة العربية بشكل عام بنسبة تخطت 50%. الرحلات الجوية اليومية تراجعت من 600 إلى 440 رحلة فقط، أما الفنادق فلم تتجاوز نسبة الإشغالات فيها 50%. قطاع السياحة مهدد بالانهيار.